ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ انا ببقى سعيد جدا لما بشوف الرهانات الخائبه بتاعه جماعه الاخوان واتباعهم يعني. وانا مصمم جدا على انه في دايما اتباعهم، لانه في ناس يمكن حضراتكم وانا وناس كل المجتمع يعني يعرف جيدا انه في ناس مهماش اخوان ولا حاجة، لكن الناس دي خدت بعضها وخدت قرار يبقوا يعني بيشتغلوا عند الاخوان، يبقوا شوية موظفين عند الاخوان مقابل عائدات مادية ضخمة جدا، ويبقى كل الكلام اللي بتقال اصل احنا نريد ان نتحدث بحرية واي كلام فارغ، لانه بمنتهى البساطة طيب مش عاوز تتكلم بحرية، ما تيجي تكلمني شوية عن الاخوان وتفاهاتهم وبلاويهم وما الى ذلك، وكلمني شويتين على اللي عملوه الإخوان في مصر، سواء إذا كان من أزمات اقتصادية أو أمنية أو سياسية إلى آخره. فبمنتهى البساطة ببقى مبسوط فعلا لما بلاقي الرهانات بتخيب. في فترة كده الرهانات بتاعت الإخوان كانت بتلعب على مسألة، حتى لما كنا بنتكلم مع سيادة النائب محمد عبد العزيز من كام يوم على موضوع ال 33 اللي تم الإفراج عنهم بالعفو الرئاسي وعن طريق لجنة العفو، رهانات الإخوان على إنه ولا هيبقى في عفو ولا حاجة، فبقينا تقريبا حوالي 1500 تقريبا اللي خرجوا عن طريق هذه اللجنة. ولا هيبقى في حوار وطني ولا حاجة، فلقينا الحوار الوطني اتعمل له مجلس الأمناء واشتغلوا عليه وحضروا له وبدأت جلسات الحوار الوطني، ودلوقتي واحنا بنتكلم خلال الكام يوم اللي فاتوا بتواصل جلسات الحوار الوطني عملها، وتحديدا الجلسات المتخصصة لإيه بقى؟ لصياغة التوصيات والمقترحات الأخيرة. يعني الحوار بيجري بيسابق الزمن زي ما بيتقال، مفيش حاجة لا قدر الله لا ثابتة في مكانها ولا ما بتتحركش ولا ما فيهاش تقدم إلى آخره. الكثير من المشاركين في الجلسات العامة الفعلية للحوار قدموا المقترحات بتاعتهم، إن لم يكن الكل قدم مقترحات، وبالفعل بدأت الجلسات المتخصصة تشتغل على الصياغات النهائية علشان تتعرض على مجلس الأمناء، ومن مجلس الأمناء يتم رفعها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعال بقى أقول لك على مجموعة من أهم الجلسات من ضمن الحوار الوطني. كان في جلسة خاصة بالاستثمار، وطبعا ده ضمن المحور الاقتصادي، وكان في جلسة أخرى شديدة الأهمية أيضا في لجنة المحليات. عاوزين نفهم بقى تفاصيل حول اللجنتين دول. معانا على التليفون دكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني. أهلا بيك يا دكتور. اهلا اهلا بحضرتك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله تمام يا فندم، ومساء الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين الكرام. اهلا بك يا دكتور. دكتور سمير، عايزين نعرف اهم التوصيات اللي يمكن بيتم العمل على صياغتها الان لرفعها الى مجلس الامناء. والله يا يوسف بيه، النهارده الجلسه عايز اقول لحضرتك امتدت من الساعه 12 لحد الساعه 7:30 مساء. كانت فيها مجموعه كبيره من الخبراء والمختصين، وتناقشنا في كل المحاور اللي ليها علاقة بالاستثمار الخاص في مصر سواء كان محلي أو أجنبي. ويمكن كان في اتفاق إن احنا مش هنطلع بتصريحات إعلامية حاليا، لأن احنا في إطار الصياغة وشغالين بحرفية كبيرة مع كل الزملاء والمشاركين إن احنا نصيغ ما تم النقاش حوله في الجلسات العامة والعلنية وما تم النهاردة في ورشة العمل المصغرة والفنية. ولكن اقول لحضرتك كان من اهم اللي اتكلمنا فيه انه كل اللي بذلته الدوله المصريه في السنوات الاخيره من دفع عجله الاستثمار ومن تشجيع المستثمر المحلي وكذلك جذب الاستثمار الاجنبي من دون تحتيه، من تطوير منظومه الاداره المحليه والدوله المصريه، وايضا ما تم بذله من مجهود في صدور قانون 72 لسنه 17 لضمان وحوافز الاستثمار. ايه دورنا احنا في الحوار الوطني وفي لجنه الاستثمار الخاص؟ ان احنا نبني على ده ونقدر نقدم المقترحات بتاعتنا. عظيم. كان ابرز ما تم النهارده التوصل اليه ان احنا محتاجين تفعيل الرقمنه في الدوله المصريه وتقديم كل الخدمات اللي تخص قطاع الاستثمار تحديدا تكون لها الاولويه، انها تكون عن طريق البلاتفورم وتكون ديجيتال، ونبدا نشيل العنصر البشري منها ويكون مربوط كل اجهزه الدوله المعنيه بالتعامل مع المستثمر. هايل. واحنا بنناقش ده لقينا خبر اطلاق اول شركه الكترونيه يحضرها رئيس الوزراء في مقر الحكومه بالعلمين وفي حضور رئيس الهيئه العامه للاستثمار. صحيح. حسينا بالبشريات، يعني عارف حضرتك لما تبقى بتشتغل في موضوع وبتناقشه مع المختصين والخبراء وتلاقي الدوله قدم بقدم
بتشتغل في نفس الموضوع وبتطلع صح. اول شركه بتنشا كلها الكتروني النهارده، فكانت بشرة طيبه جدا. بنحس دايما ان احنا كلنا شغالين في هذا الوطن داعمين لكل الجهود اللي بتبذلها القياده السياسيه. ده رائع جدا. كمل يا دكتور. الموضوع الثاني اللي تطرقنا اليه وبقوه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. تطرقنا الى القانون 152 واتكلمنا ازاي نفعل كل الحوافز اللي موجوده في هذا القانون علشان نقدر ننهض بالاقتصاد بدعم من هذا القطاع القوي. وده خدنا على طول الى دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. وكان في افكار معتبره ومحترمه قدمت لذلك، بيعد الان الصياغه والكتابه لرفعها لمجلس الامناء ومن ثم لفخامه السيد رئيس الجمهوريه. طيب ده كويس جدا. من ضمن الموضوعات كان الثروه المعدنيه في مصر. اتكلمنا على الثروه المعدنيه والمحجريه، وان دي سياده الرئيس في اكثر من مؤتمر اشار الى اهميتها وان عايزين نفعل دور الهيئات القائمه عليها. برضو بنبص عليها بنظره فنيه شويه وبيتكتب فيها بعض المقترحات. طيب دكتور سمير، يمكن كلنا اظن مهتمين ايضا بمساله ازاي نقدر نعمل عمليه جذب للاستثمارات الاجنبيه للداخل. هل تم مناقشه اي توصيات متعلقه بمساله كيفيه جذب هذه الاستثمارات الاجنبيه اوروبيه او غربيه او امريكيه كانت او عربيه الى الاقتصاد المصري؟ طبعا يا فندم، ده كان موضوع مهم. قلنا علشان نعمل جذب للاستثمارات الاجنبيه واحنا وصلنا الى رقم 9 مليار دولار في السنه صافي التدفقات الاستثماريه الاجنبيه لمصر، الرقم ده احنا محتاجينه يتضاعف وباسرع وقت. وده هيكون من ضمن مصادر التمويل الغير مباشره لسد الفجوه الدولاريه. قلنا ان اول حاجه حل فوري لكل مشكلات المستثمر الموجود في مصر، سواء كان محلي او اجنبي اوريدي بيستثمر عنده. ده بيدي اشارات ايجابيه سريعه جدا تضبط كل انواع الترويج. رقم اثنين، ودي حاجة متعلقة بحضرتك وبمجال العاملين والأسماء العظيمة في الإعلام، محتاجين قناة فضائية متخصصة في الاقتصاد والاستثمار والصناعة، تكون قناة مصرية بتتكلم بأكثر من لغة وبتبث علشان الناس تبدأ تشوف مصر من وجهة نظر استثمارية. قلنا برضو الخريطة الاستثمارية لمصر موجودة خريطة فعلا في الهيئة العامة للاستثمار، ولكن احنا شايفين محتاجينها اقوى من كده بكتير، عليها كل الفرص كل الموارد المتاحه حتى القوانين المتعلقه وباكثر من لغه، فالمستثمر هو في بلده يقدر يدخل عندي ويشوف، ما يبقاش عنده مشكله المعلومات. المعلومه مهمه جدا عشان اروح استثمر في دوله بسمع عنها الصوره الذهنيه عن هذه الدوله. الحمد لله بنتميز في منطقه يعني فيها صراعات كتيره ومنطقه مش مستقره، احنا الحمد لله دوله مستقره سياسيا وامنيا بفضل جهود المخلصين. فقلنا محتاجين نكمل على ده الحاجات الفنية، فين الموارد الطبيعية، فين الفرص، الطاقة الجديدة والمتجددة، الطاقات اللي مصر بتتميز بيها، الموقع الجغرافي، كل ده يبقى على الخريطة الاستثمارية. عظيم جدا. طيب في برضو يمكن جزء مهم ما اعرفش تم مناقشته ورفع او يعني صياغه ولو بعض التوصيات حوله، مساله التصنيع لاجل التصدير، وده هو القاطره الحقيقيه للاقتصاد المصري واي اقتصاد في الدنيا. هل في توصيات متعلقه بهذا الجانب يا دكتور؟ اشكرك جدا جدا على هذه النقطه. الله يخليك. احنا قلنا يا فندم العالم كله عنده سياستين في موضوع التصنيع، اما التصنيع من اجل التصدير واما احلال الواردات. قلنا احنا النهارده كمصر توجهنا ايه؟ هل بندرس الواردات واحلالها ولا بندرس الصناعات اللي بنتميز بيها وعندنا فيها قيمه وميزه تنافسيه ونركز عليها ونصدر ونجيب دولار؟ ساعتها ما عنديش ازمه ان انا استورد بالعوائد الدولاريه. بعد نقاش طويل جدا اتفقنا على ان هتتحط الاثنين على قدم التساوي ونشوف الميزه التنافسيه لمصر اكبر في ايه؟ وان كان ده صناعه من اجل التصدير او صناعه من اجل احلال الواردات، الاثنين ما عنديش فيهم مشكله. الاهم ميزتي انا كمصر، هل عندي النو هاو، عندي الخامات الاوليه متوفره، عندي الايدي العامله لو صناعه بتستهدف ايدي عامله كبيره، وده من ضمن الحاجات المتوفره في مصر. فده كان موضوع للنقاش وهيتم صياغه حاجه فيه، بس ملخصها ان احنا هنشوف
مصر تتميز في أي صناعات في هذه الفترة. هايل هايل هايل. أنا بشكرك جدا يا دكتور سمير، كل الشكر ليك دكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني. خليني كمان وإحنا بنتكلم على الحوار الوطني لا نغفل حديثنا عن لجنة المحليات، وأنا طبعا من الناس اللي مهتمة جدا بأن أنا عايز أعرف الصياغات بتاعة المقترحات النهائية اللي هترفع فيما بعد المجلس الأمنا. ليه؟ دايما نقول يا جماعة المحليات دي واحدة من أهم الأمور اللي موجودة في هذه الدولة وفي أي دولة. المحليات هي تفاصيل حياتك اليومية، المحليات هي كل ما يحيط بيك من ساعة ما مش لما بتصحى من النوم، ده وانت نايم حتى. هشرح لك، بس خليني اخد معايا على التليفون سيادة النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني. اهلا 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 يا علاء. اهلا يا استاذي، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشني والله، ودايما متألق يا رب. لا التألق تألقك. قول لي اخبار اللجنة ايه والتوصيات اللي بتتم صياغتها للرفع الى مجلس الامناء ومن ثم الى فخامة الرئيس؟ بص يا استاذ يوسف، يعني انا سعيد جدا بما وصلنا اليه النهارده. طبعا على مدار 5 جلسات عالميه استطعنا ان احنا نوصل لاكبر قدر من التوافق على اهميه اجراء الانتخابات المحليه. هايل. وتوافقنا حول اكثر من نظام انتخابي، لكن حاليا في توافق بشكل كبير حصل في جلسه يوم الاثنين اول امبارح على ان يبقى 75% قائمه مغلقه مطلقه و25% قائمه نسبيه. والبعض قال فردي، بس طبعا الخبراء بيفضلوا ال 25% نسبيه مع القائمه المغلقه المطلقه. النهارده الحقيقه استمرت المناقشه في جلسه مغلقه، وخرج عدد من نصوص القوانين تحدثوا عنها حول الاداره المحليه وحول النظام الانتخابي ايضا. واتفقنا على ان هذه اللجنه المشكله من 8 خبراء ستصل الى تصور عام عن قانون الاداره المحليه وعن النظام الانتخابي. حلو. وان شاء الله خلال الايام القادمه، يعني نتوقع ممكن اسبوعين شهر ايا كان المده، يعني مش عاوزين نستعجل، يعني ايوه عاوزين ندي وقتنا، لان بنتكلم على تصور ل مش مشروع قانون، لكن تصور كيف يكون مشروع القانون. صحيح. وكيف يكون التوافق القوى السياسيه على تصور وطرحه. ده خلي بالك انجاز، يعني النهارده انت اصلا ما كنتش واصل للمرحله دي. هو القانون بقى له سنين في المجلس ومفيش توافق عليه. ايوه. الحاجه الحلوه في الحوار الوطني ان النهارده اكثر من حزب سياسي، حركة المدنيه ممثله باحزابها، حزب التجمع ممثل في اللجنه، حزب مستقبل الوطن من خلال احمد بس جيني رئيس لجنه الاداره المحليه في مجلس النواب، مناقشه راقيه جدا. الحقيقه انا سعيد بما وصلنا اليه من حال التوافق. في ظني انه خلال ان شاء الله الفتره القادمه يكون قدامنا حتى لو تصورين نقدر ان احنا نعرضهم على فخامه الرئيس، او نامل ان هو يكون تصور متوافق عليه. لو وصلنا لهذه المرحله نحن الان امام استعداد وجاهزيه للقوى السياسيه للانتخابات المحليه باذن الله. ما ده اظن حتى بعد ان يرفع الى مجلس الامنا ثم الى فخامه الرئيس بعد الوصول الى التوافق هيبقى في مهمه ثقيله ايضا وليست هينه على مجلس النواب فيما بعد. ايوه طبعا، وحضرتك شريك معانا وبنقعد جنب بعض في المجلس، ونتمنى ان مجلس النواب والاغلبيه يكونوا يعني جاهزين لهذا التوافق، وان نتوافق داخل مجلس النواب، وان تكون هذه الحاله المسيطره على الحوار الوطني حاله التوافق قدر الامكان، حاله الثقه في اهميه الحوار الوطني. فخامه الرئيس بنفسه قال انا هوافق على اي حاجه منطقيه تخرج عن طبعًا الحوار الوطني بإذن الله. هو حتى يعني المنطقية دي أنا اللي بقولها، يعني هو أنا طبعا فهمت من كلامه، هو قال نصا هوسع على أي حاجة تخرج من الحوار الوطني، لكن هو أنا فهمت أنها تكون منطقية طبعًا قابلة للتنفيذ عمليا، لأن طبعًا في النهاية فخامة الرئيس عندما يتحدث يتحدث من قلبه، وهذا يعني أن هناك رغبة حقيقية أن يكون الحوار الوطني هو بداية الانتقال لمرحلة ما بعد التخلص من الإرهاب، ما بعد التخلص من جماعة الإخوان الإرهابية. خد بالك الرئيس عبد الفتاح السيسي زعيم شعبي لما دخل ووقف مع الثوار في 30 يونيو صحيح، وبعد كده في 3 يوليو، وبعد كده اخذ تفويض من المصريين في 23 يوليو بالتخلص من الجماعه الارهابيه، المصريين وكل القوى السياسيه دعوه انه يترشح، من ضمنهم حزب التجمع حزبي صحيح 100%، تحول من قائد ثوره لمشروع حكم، وكان ضروره،
ولما تحول لمشروع حكم نجح في مهمته الأساسية وهي التخلص من جماعة إرهابية بقالها 80 سنة كبسة على نفسنا. النهاردة بعد 10 سنين من ثورة 30 يونيو وتسع سنين من انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنتحول لمرحلة جديدة، هو مرحلة أنه مفيش استثناءات، مفيش حالة طوارئ، مفيش الخوف اللي كان عندنا كلنا لأن العريش رجع التاني لينا. فدي مرحلة بقى بناء سياسي، مرحلة ائتلاف وطني من خلال أحزاب وأقصى اليمين لأقصى اليسار، مرحلة وضع لبنة لجمهورية جديدة. هذه الجمهورية تقوم على الصناعة، الزراعة، الأمن، الثقافة، التنوير، الحداثة. في ظني أن الحوار الوطني يجب أن يكون هو البداية واللبنة لهذا التقدم. أفتكر يا علاء يعني أنه ده معناه أنه الدور الـ 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 التشريع القادم ده هيشهد زخم سياسي مذهل أكتر من الأدوار اللي فاتت، ومن ثم أيضا نذهب إلى فصل تشريعي جديد إن شاء الله اللي هيبقى يوم بقى اللي هيبقى أسف سنة 26، ده اللي هيبقى يعني إيه قمة القمة إذا صح التعبير، فالبرلمانيين يستعدوا لذلك. أنا في ظني إن كل ما طرحته حضرتك دلوقتي صحيح تماما. أنا أعتقد إن دور الانعقاد الرابع اللي إحنا داخلين عليه هيكون بداية التأهيل والتمهيد لثورة تشريعية وثورة رقابية لأولا القضاء على الاحتكارات، مواجهة فوضى السوق، نظام سياسي جديد يتمتع بالحرية وحرية الإعلام وحرية الصحافة. في ظني أن القوى السياسية لابد أن تكون شريكة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا هو حكم الإرادة وليس حكم الإدارة لبناء هذا المجتمع. وأنا في ظني أن الحوار الوطني عندما انطلق هو دعوة من الرئيس وإيمان من الرئيس أنه لن يحكم مصر بمفرده، هو يقول نحن جميعا مشروع وخلفاء 30 يونيو. صحيح. ما حدش يسيب حد، لازم نكون كلنا في كل مكان وفي كل موقع، أحزاب، نقابات، مؤسسات أهلية إلى آخره. يدا من الممكن أن تختلف وجهات النظر لكنها واحدة في عملية البناء والتبنية، وده مش كلام احنا بنلحنه ولا كلام شاعر ولا كلام لدغدغة المشاعر، واقع ملموس. لا، لازم يكون واقع ولازم يكون طبعاً ضرورة. لأن خلي بالك الرئيس السيسي نفسه أكثر حرصا من أي حد على أن هذه الدولة تتقدم، لأن هذا للتاريخ. ها؟ صح. هو زي ما أدب نفسه كده، هو وولاده، كان مسؤول عن الشعب وهو أسرته هو وكل من حوله، وكان مسؤول عن كل الملايين دي عشان خاطر يواجه العالم كله اللي كان بيدعم الإرهاب. النهاردة هو برضه هو نفس الشخص اللي يتمنى لهذه البلد، بلد ووطنه اللي عاش طول حياته يعني يفتديها بعمره ويستطيع أن ويحاول دائما أن يحميها، هو نفسه يريد أن ينجح هذا المشروع حتى لا نعود مرة أخرى لبراسم الماضي. صحيح 100%. أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني. حكاية فوضى السوق دي محتاجة كلام، فاصل ونكمل الكلام. علمتهم السنون والشدائد أن الأرض عرض والدم ثمن رخيص للوطن وأمانه، فكانت قبائل سيناء يدا بيد مع قواتنا المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب مع اشتداد هجماته السرطانية الغادرة، فكانت عنصرا أساسيا في ملحمة القضاء على الإرهاب بجولاتها العديدة، ومنها عملية حق الشهيد والعملية الشاملة سيناء 2018. قدمت قبائل سيناء وفي مقدمتها قبيلة الطرابين دعماً معلوماتياً ولوجستياً، وكشفت عن العناصر الخفية وقطعت طرق الشر لنقل الأسلحة انطلاقاً من خبراتهم الميدانية التي ساعدت في الكشف عن هوية العناصر التكفيرية والقبض عليها، والكشف عن الطرق التي تستخدمها في الاختباء ونقل الأسلحة قبل الانطلاق لتنفيذ أعمالها الإرهابية. كانت القبائل شريكاً في تحويل مخازن الأسلحة والعبوات الناسفة والأنفاق والخنادق إلى ذكرى سيئة من الماضي القريب قبل أن تكون شريكاً أساسياً في ملحمة التعمير والبناء. كانت استراتيجية الدولة في سيناء خلق بيئة طاردة للتطرف، إذ أعلن الرئيس السيسي في مطلع عام 2015 عن تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء،
وزادت قيمة الاستثمارات الموجهة لسيناء ومدن القناة في المشروعات المختلفة إلى 73 ملياراً و300 مليون جنيه عام 2022-2023 مقابل 4 مليارات و800 مليون جنيه عام 2013-2014. وكان أبناء القبائل شركاء في شركات التعمير والاستثمار ليقطن أبناء أرض الفيروز في مساكن لائقة وفي وظائف دائمة، وتصمت طلقات الرصاص ويعلو هدير المصانع. سنين من محاربة الإرهاب في سيناء، وفعلا وطبعا ولا أحد يستطيع إنكار أو إغفال أو نسيان دور أهالينا في سيناء والقبائل السيناوية والعائلات السيناوية في مواجهة الإرهاب يدا بيد مع الجيش المصري. وبالضبط زي ما كان التقرير لحضراتكم بتشوفوه دلوقتي بيقول، وعندما هدأت أصوات الرصاص علت أصوات التنمية. وبرضو نفس القصة، زي ما كنا شركة طول الوقت كمصريين يدا بيد في محاربة الإرهاب، فإحنا كمصريين أيضا شركة يدا بيد في التنمية. قبائل سيناء اللي سطرت ملاحم حقيقية تتكتب بحروف النور والذهب والألماز كجزء مهم جدا في تاريخ هذا الوطن. ملحمة القضاء على الإرهاب اللي كان بيهدد مصر في جولات عديدة، وقدموا الدعم المعلوماتي واللوجستي، وقدموا ولادهم علشان نقدر نقف قدام الإرهاب. جسد مصري واحد غير متجزئ، القبض على الإرهابيين والتكفيريين والكشف عن مخابئ الأسلحة والعبوات والخنادق والأنفاق. أهالينا في سيناء سقط منهم شهداء ومنهم مصابين، في النهاية يدا بيد كتفا بكتف جسد مصري واحد ودم مصري واحد في مواجهة الإرهاب. سيناء جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، أهلها هم أهل هذا الوطن، هم أهل كل الوطن، وإحنا أهل كل الوطن وكل سيناء. ده طبيعي، دمنا دم واحد، والمصاب واحد، والشهيد واحد، والتنمية واحدة. معانا على التليفون الشيخ عارف العكور، شيخ قبيلة العكور بسيناء. أهلا بيك يا شيخ عارف. أهلا وسهلا يا أستاذ يوسف، عامل إيه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله، الحمد لله كله تمام. طمني على كل العكور وطمني على سيناء كلها. أول شيء مساء الخير عليك، ومساء الخير على مشاهدينك، وأشكرك على المقدمة الكويسة كده. أقل حاجة تتقال، والله العظيم أقل حاجة تتقال. تسلم ودام زوقك. فأنا إذا شكرنا أولا نشكر ربنا، ونشكر قيادتنا السياسية الحكيمة، ونشكر جيشنا وقواتنا المسلحة وشرطتنا، ونشكر برضو أبناء سيناء المصريين الذي كانوا بيد بيد في خندق واحد مع جيشهم، وهذا واجب عليهم وليس منا، أو شكر، لأن الشكر لله وليس الأبناء سيناء اليوم، لكن أبناء سيناء على مر التاريخ من حرب 56 و67 و73 كانوا مع أبائهم وأجدادهم دائما في خندق واحد مع قواتهم المسلحة. صحيح. ونحمد الله أن احنا خلصنا من هذا الكابوس على يد قواتنا المسلحة وجيشنا وشرطتنا وقيادتنا السياسية، لأن احنا كنا في كابوس مظلم ونفق مظلم، ولكن الله نجانا ونجى مصر عامة ونجى الوطن العربي، لأن سيناء بوابة الشرق لمصر، و مكان جغرافي ومكان موقع. نحمد الله الحمد لله، الآن سيناء خالي من الإرهاب بنسبة 100%. الله أكبر، الله أكبر، ودايما ليوم الدين تفضل خالية من الإرهاب. طب وماذا عن التنمية يا شيخ عارف؟ الحمد لله، يعني احنا إذا كانت يد كانت تحمل السلاح فهناك يد تبني وتعمر، فبدأت التنمية، بدأت يعني حاجات الكهرباء، الطرق، للزراعات، والحمد لله بدل حياة كثيرة. وتمنى أن أبناء سيناء يجنوا ثمار ما عانوا منه في 8 سنوات أو 10 سنوات من هذا الكابوس اللي احنا فيه. الناس دلوقتي تبدأ تجني الثمار؟
ان شاء الله حنجني يعني. احنا املنا في الله كبير، احنا بدا التنميه، وانا اتمنى ان ابناء سيناء المصريين، وانا اركز على كلمه ابناء سيناء المصريين طبعا، لانهم شركاء في هذا الوطن وشركاء وسيبقوا، وانا اطمن الشعب المصري عامه ان ابناء سيناء سيبقوا وقود يحترق من اجل ارضهم ومن اجل قواتهم المسلحه ومن اجل جيشهم، وعلى مر التاريخ ليس في الماضي او الحاضر فتبقى حتى المستقبل. وابناء سيناء اقول لك يعني ابناء سيناء المصريين لي أكرر مصريين، لأن الحمد لله نعتز إن إحنا مصريين أبا عن جد. فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء إحنا فقدنا الكثير من أبناء سيناء، أكثر من 400 أو 500 واحد شهيد مع قواتهم المسلحة، أكثر من 2000 مصاب، ولكن ليس أغلى من الوطن أو تراب الوطن، وليس أغلى من الضباط الذي برضو ضحوا بأنفسهم أو شرطة. فكل كلنا كنا في خندق واحد مع صحيح من اجل تراب هذا الوطن يعني. صحيح صحيح. والتنميه تعم على سيناء وعلى مصر كلها. انا شايف قدامي مصانع، وشايف قدامي عمليات كبيره في استزراع اراضي سيناء وتوفير المية، تتبني البيوت لاهالينا، لانه ده حقهم الحقيقه وحقهم التاريخي يعني. اتمنى يعني الحمد ان شاء الله هي في طرق دلوقتي وفي محطات مية كتير بدات، فأتمنى رجوع أبناء سيناء من نزح بسبب العمليات الإرهابية، أتمنى يرجعوا نهائي بالكامل بإذن كل الشبر على أرض سيناء. نتمنى أن حتى وسط سيناء أن تعمر بأبناء سيناء المصريين، ليس أبناء سيناء فقط، لأن سيناء يعني شركاء للجميع وأرض سيناء للجميع، كلنا مصريين طبعا. أتمنى طبعا. سيناء عندما تكون سيناء فاضية من خاصة وسط سيناء، لا نكرر أخطاء الماضي في موقعة الدرفسوار عندما اخترق العدو أرض سيناء واخترق في حرب 73. فأتمنى سيناء تعمر كاملة يعني، ومش أقل من أنه كل شبر، كل منطقة، كل سنتيمتر في سيناء هتلاقيه معمر. والله يا أستاذ يوسف والله أنا بحلف بالله، سيناء على فكرة تربة غنية خالص، على فكرة من أجود التربة على مستوى الشرق الأوسط، سيناء من أنقى الهواء يعني. سيناء ليس في الزراعة فقط، سيناء فيها سياحة. احنا بدل من نروح الساحل الشمالي أو شرم الشيخ وكلام ده، برضو إن بحر سيناء 160 كيلو متر مربع لابد أن نستفيد منه، لابد أن أرض سيناء صح. على فكرة الزيتون سيناء من أجود أنواع الزيتون في على الشرق الأوسط، كان زمان في من قبل 2010 يصدر الزيتون على مستوى العالم للوطن العربي. خوخ مش سيناء بس زيتون، كنت لسه أقول لك وخوخ سيناء، كان الخوخ والتين. كان البرادات في الخليج العربي تيجي. احنا عايزين نكرر الخوخ يرجع، الزيتون يرجع، التين يرجع، لأن سيناء بسم الله ما شاء الله أرض خصبة لكل حاجة، ولكن مش عايزينها تبقى أرض خصبة ترجع ثاني للتكفيريين أو الإرهاب. لا أبدا، احنا خلاص لن يعود الماضي ثاني. فاحنا إن شاء الله نتمنى أن التنمية ونتمنى الأمن والأمان يستتب تحت قيادتنا الحكيمة وجيشنا وشرطتنا، ونعاهد الله ونعاهدكم دائما سنبقى يدا بيد، يد تبني ويد تحارب من اجل مصر وبلدنا. واهلنا في سيناء قدها هدوء. انا بروح سيناء خد بالك من وانا عندي 15 سنة يعني، بقالي مثلا يا نهار ابيض ده العمر جري، انا داخل على 50 اهو. المهم فانا حتى اكلت عندكم بقى هناك تين اللي هو التين الاخضر ده، بس مسكر عسل ابيض يعني، ما نساهوش التين اللي في سينا على فكره، التين العسل والزيت العسل وكل سينا عسل، وانت عسل يا استاذ يوسف وقيادتنا الحكيمه عسل، وعايزين ابناء سينا تبقى عسل وتعيش في حياه عسل كمان، والشيخ عارف وكل اهل سينا عسل مكرر كمان. انت تسلم يا حبيبي الله يطول لي عمرك الله يخليك. الشيخ عارف تعيش يا شيخ عارف عفو. كل الشكر ليك وتحياتي ليك الشيخ عارف العكور، شيخ قبيله العكور في سيناء العظيمه. خالد جرمي برضو خلي بالك، مش عارف انت حافظ الاسم ولا لا، خالد واحد من ابناء قبيلة الترابين الشهيرة، وخالد بالمناسبة واحد من ابطال مصر، واحد من شباب سيناء اللي ساهموا في مواجهة الارهاب بل وضحروا كتفا بكتف مع اخواته في الجيش والشرطة المصرية. بالمناسبة خالد هو واحد من الشخصيات اللي ظهرت في مسلسل الكتيبة 101. ازيك يا خالد يا محترم؟ يا اهلا وسهلا بك استاذ يوسف، عامل ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله والله تمام. يا اخي الواحد بيبقى مبسوط لما بيسمع صوت بطل. حبيبي حبيبي تسلم تسلم. طمني على سينا وطمنا على الترابين. والله سينا كلها بخير والترابين كلهم بخير، كلنا في ظهر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعون الله دايما، سينا في ظهر كل مصر ومصر في ظهر سينا. انا دايما اقول الدم واحد وكلنا مصريين. احنا ماشيين على اطر جدودنا الزمان، قالوا لنا ايه وطنك ثم وطنك ثم وطنك. صح خالد، انت وقفت وقفه بطوليه في وجه الارهاب
وقفت مع الجيش ومع الشرطة، في النهاية هو جيشك وهي شرطتك. بس أنا عايز أسمع جزء من الحكاية، يعني قلبك الجامد وروحك دي. والله يا أستاذ يوسف عايز أقول لك حاجة. قول لي. جيشنا وشرطتنا إحنا لما بنخش بنخش كتفين على كتف بعض. صح. لا بنقول جيش ولا بنقول مواطنين، كلنا على يد واحدة. مظبوط. وبنخش يعني مع بعضينا، كلنا واحد. عندك حق 100%، والتنمية جاية جاية لسينا، يعني الشغل بدأ. بدأ طبعًا، أنت شوف سينا زمان كانت إزاي ودلوقتي إزاي. دلوقتي الأمان والتنمية وكل حاجة شغالة دلوقتي. يعني أنا شايف يا خالد إنه الشغل في سينا، إحنا كنا زمان يجي يقول لك مثلًا إيه مزارع سينا، لكن دلوقتي المسألة ما بقتش بس مزارع سينا، هي بقت مزارع سينا وبقت مصانع في سينا، ويبقى في تنمية شاملة في سينا، ويبقى في مجتمعات سكنية وعمرانية ضخمة في سينا. بس أنت أنت يعني اللي تشهد يعني. يعني مزارع وطرق جديدة دلوقتي اتفتحت، طرق ما كناش متخيلينها. يعني مزارع وطرق وتنمية. الحمد لله، يعني الحمد لله من حمد ربنا. الحمد لله. الدنيا بقت في الأحسن والأحسن والأحسن. وغير كده يا استاذ يوسف يعني السياحه دلوقتي سينا فيها كميه سياحه ما شاء الله كل سنه. الله اكبر. الحمد لله، يعني احنا الدنيا اتغيرت خالص. اول ما تقول كده خمس في وشي، ما يحسد المال لاصحابه. لا الحمد لله، الحمد لله والله كله بامانه، يعني الجيش وقواتنا المسلحه والمخابرات الحربيه والشرطه كلنا وقفنا ايد واحده. طبعا، وهنفضل دايما ايد واحده. أكيد أكيد, اكيد اكيد يا استاذ يوسف. انا بشكرك يا خالد. يا استاذ يوسف اقول لك يعني القنوات الثانيه اللي عماله تتكلم وتقول كلام عايزه تخرب سينا، مش مبسوطين لما سينا بقت كويسه، مش عايزينها تبقى كويسه. عمرهم ما هيعوزوا شبر في مصر قايم على حيله. مظبوط. عمرهم ما هيعوزوا كده. انت تشهد اكتر مني، انت شفت بعينك. اكيد يا استاذ يوسف اكيد، احنا كلنا وطن واحد اقسم بالله. صحيح صحيح، كلنا وكلنا بطهر بعض. ده أكيد، وهنفضل كده دايما. أنا بشكرك يا خالد، مش عارف أشكرك على إيه ولا إيه. ما أقدرش أشكرك على وطنيتك لأنه ده واجبك ناحية الوطن، لكن أشكرك على أنه اديت لي فرصة أن أنا أسمع صوتك ونتكلم ولو دقايق. كل الشكر ليك، أحد أبطالنا وشبابنا الموجودين في سيناء خالد جرمي. خلوني أخدكم قبل ما أخدكم، بص أنت عندك تصور إن في حد عايزك تقف على رجلك؟ أنت المواطن. أنا هنا يعني خالد بشكره مرة واتنين وألف مرة بصراحة، ويمكن مليون مرة، هو وكل الرجالة اللي زيه وكل أهلينا اللي في سينا. لكن أنا بكلمك أنت المواطن، هو أنت متصور إنه كل القوى المعادية اللي موجودة في العالم، أنا مش بقولك العالم كله يعادينا، لكن إحنا عندنا أعداء كتير وكبار، يعني مش عارف أنا ممكن أسميهم لك بأسماء، بس أنت كمان مخك نور وكلك نباهة وعارف في دول واقفة في وشك، وأنت عايز تقول لي إن في دول في أوروبا عايزاك تقف على رجلك؟ طبعا لا، دي دول همها الرئيسي تهدمك هدم بلا قومة، أو في أقل الأحوال تسيبك يا دوب عايم. عارف كلمة يا دوب عايم؟ ومش عشان حاجة، عشان بس مصالحهم في المنطقة. الكل يعلم، واشنطن تعلم، لندن تعلم، كل عواصم صنع القرار تعلم جيدا 100% إنه مصر هي استقرار المنطقة. طيب في دول كويسة ومستعدة تبقى صديقة وتبقى حليفة وتبقى شريكة وكل حاجة، وفي دول أجارك الله يا أخي ما تطقلكش الخير، فيتقول لك إيه؟ لمصالحنا في المنطقة ولمصالحنا في إفريقيا ولمصالحنا في المتوسط خلي مصر يدوب عايمة، لكن ما تخليهاش ترفع راسها. ترفع راسها يعني إيه؟ يعني المنطقة تبقى قوية. ترفع راسها يعني إيه؟ يعني خير المنطقة يبقى ليها، ثروات المنطقة تبقى ليها، مش ليها يعني مصر، يعني للمنطقة، يعني للمنطقة العربية ولقارة إفريقيا بالكامل، تبقى الثروات بتاعتنا، تبقى الخير ملكنا، تبقى القوة السياسية والعسكرية بتاعتنا وبندافع عن نفسنا، ما نروحش لحد من بلاد بره نقول له والنبي يقف جنبنا لحسن ده فيه مشكلة إطلاقا. محدش عايز مصر تقف على رجليها من بعض الدول، بس المشكلة إنها دول كبيرة حبتين، وعشان كده تلاقيهم سنين سنان إعلامهم ثلاث حبات، ويجيبوا الكذابين والمنافقين والخونة اللي بجد. والله أنا ما عايز أقول أسماء،
بس اسماء كده بتروح طالعه وتلاقيها طالعه على القناه دي وطالعه في البرنامج ده وطالعه على التيك توك ده، ويتعمل لهم شورتس ويتعمل لهم شويه حاجات عشان يطلعوا يقعدوا يتكلموا عن البلد وينظروا، وهم شويه خونه بالقبض بالقبض على فلوس على فلوس. لا لا لا، هو انا بكلمك بس على المذيعين اللي بيطلعوا في القنوات اياها، لا، وناس لابسه توب السياسه تلبس البدله الشياكه والياقه البيضة. امال ايه؟ لا انا مش بكلمك على انه بالضروره فلان اللي خد جنسيه يبقى وحش اطلاقا، لكن انا بتكلم على ناس محدده. سيبنا من الاسماء، قول لي كده، هو ليه كل ما نقف على رجلينا يطلعوا يهاجموا فينا؟ لو عندك تصور تاني غير اللي انا بقوله ارجوك فيدني. طيب تعال اخدك على حاجه يمكن اتكلمنا فيها حالا او يمكن من دقايق مع دكتور سمير صبري، لما قال واحنا بنعمل التوصيات بتاعتنا في لجنه الاستثمار الخاص لقينا ان الحكومه شغاله في نفس المسار وبالتوازي في نقطه من النقاط، الا وهي فكره الرقمنه في الاستثمار. النهارده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، النهارده يمكن ده كنا بقول لك اشار اليه الدكتور سمير صبري من شويه، فالنهارده الصبح افتراضيا يعني عن طريق من مقر الحكومه في مدينه العالمين تجربه حيه لتاسيس اول شركه الكترونيا عبر المنصه الرقميه للهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره. تجربه عمليه قامت بها الهيئه وتممت شركه تاسيس شركه دمياط لانتاج الامونيا الخضراء. انت متخيل دي اكيد شركه كبيره، شركه لانتاج الامونيا الخضراء، شركه بتشتغل على الاقتصاديات الخضراء الوقود الاخضر في المنطقه الحره العامه في دمياط. تم التاسيس الكترونيا ودي كده اول شركه في مصر يتم تاسيسها بهذا الشكل. دي المرحله الاولى لخدمه تاسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابه الالكترونيه للهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره. طيب بالخطوه دي مصر تبقى أطلقت خدمة تأسيس الشركات إلكترونيا وبشكل كامل. خليني أخد معايا على التليفون أستاذ ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشؤون خدمات المستثمرين. أهلا بيك ياسر بيه. أهلا بيك يا فندم. عامل يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله. نقول مبروك. ألف مبروك، مبروك على حضرتك ومبروك على السادة المواطنين. يا رب على مصر كلها، ويساعتها يبقى كل التأسيس إلكتروني. عايزين نفهم أكتر عن المسألة دي يا فندم، ونفهم إزاي نقدر نعملها. يعني النهاردة لو يوسف عاوز يعمل يؤسس شركة ويقوم بالإجراءات إلكترونيا هتستغرق مني وقت قد إيه؟ هل في، هو المفروض ما يبقاش في تعقيدات بقى عشان كده احنا عاملينها إلكتروني؟ مظبوط يا فندم. اسمح لي حضرتك، هي طبعا يعني التحول الإلكتروني لمنظومة التأسيس وما يليها من خدمات عبارة عن اعتماد مجالس الإدارة والجمعيات وجميع أنواع التراخيص، إن شاء الله كل هذه الخدمات هتطلق إلكترونيا من خلال البروتوكول اللي تم توقيعه مع وزارة الاتصالات تحت رعاية دولة رئيس الوزراء، اللي بيصر على أن هذه الخدمات في خلال فترة وجيزة تكون يتم تقديمها إلكترونيا. طبعا زي ما سعادتك أشرت أنه قرارات المجلس الأعلى للاستثمار اللي أطلقها سيادة الرئيس يوم 16/5 اللي فات تم البدء بتفعيلها سريعا جدا، واول خدمه هي خدمه التاسيس. خدمه التاسيس حضرتك من خلال موقع الهيئه اللي هو www.cafi.gov.eg، حضرتك من خلال هذا الموقع تقدر تخش على الصفحه بتاعت التاسيس. حضرتك لازم اولا يكون عندك توقيع الكتروني حضرتك بتحصل عليه من احد الشركات المقدمه خدمه التوقيع الالكتروني. لازم يكون بتدفع حضرتك ان كريدت بكارت الكريدت كارد على الحساب، بتاسس الشركه من اي موقع داخل الجمهوريه، حضرتك ممكن تاسس من اي مكان، ان شاء الله هتطلق هذه الخدمه كمان على من اي دوله، لكن هو اهم حاجه ان حضرتك يكون عندك اتفاق مع احد القانونيه في مصر عشان يكون وكيل عنك، لانه مش هتقدر تحصل على التوقيع الالكتروني بره الا يعني لغايه لما الامر ده ان شاء الله يعني يتم حله مع المستثمرين الاجانب يعني. بالنسبه للتاسيس داخل مصر حضرتك ممكن تاسس دون الحاجه انك تزور احد مراكز خدمات المستثمرين ال 15 المتوزعين جغرافيا. هتقلل على حضرتك اول حاجه يعني العناء التوجه للمشوار ومقابله مقدم الخدمه، وده هيوفر نوع من الشفافيه لان حضرتك هتاسس الشركه وهتدفع رسومها من خلال الموقع الالكتروني،
وفقا للتقدير على الشكل القانوني للشركه بتاعت حضرتك والانشطه اللي بتحطها على اساسها هيتم حسابها وهيتم تحويل الرسوم لكل جهه مشتركه في منظومه التاسيس دون اي عناء. فدي بتوفر اول حاجه توفير الوقت، حضرتك الشركه بتؤسس خلال 3 ساعات عمل ده بالحد الاقصى، وبنبعتها لحضرتك في خلال 24 ساعه على الموقع اللي حضرتك بتختاره. طب ده كلام رائع. ده في ايجاز بسيط عن منظومه التاسيس. طيب كويس قوي، لكن انا هيبقى في عندي ملاحظتين اذا سمحت لي يا استاذ بيه. اول حاجه ان احنا فعلا محتاجين نشتغل بمنتهى السرعه على ان احنا نحل مساله التاسيس من خارج جمهوريه مصر العربيه، لانه احنا عندنا منافسه كبيره في المنطقه في هذا الاطار او في هذه الصدد، وتحديدا على النقطه دي التأسيس من خارج البلاد. أنا عايز أجتذب قد أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية، وفي نفس الوقت بس عايز أسهل عليه الأمور. دي نقطة جنبها بالتوازي، وأنا بأسس أنا كل حاجة باينة قدامي، يعني أي رسوم أي دمغات أي شيء موجود قدامي وأبقى عارفه، عشان وأنا بحضر نفسي للاستثمار في مصر سواء إذا كنت أنا أجنبي أو عربي أو مصري أبقى أنا فاهم. احنا كده دايما المفاجأة اللي بتواجهنا انه بنلاقي حاجات رسوم جانبية اضافية ما بتبقاش موجودة قدامنا في الاوراق بنكتشفها بالوقت. ده سؤال يعني عظيم جدا. اسمح لي اقول لحضرتك انه على موقع الهيئة في دليل المستثمر متوفر فيه جميع انواع الخدمات اللي بتقدمها الهيئة، مرسوم فيه انفوجراف على الخطوات اللي بتتعمل للتأسيس بالاضافة للرسوم وفقا لحجم رأس المال اللي بيضخ في هذا المشروع. حلو. فالرسوم بتتحسب الكترونيا، كل جهه بتاخد النسبه بتاعتها، الرسوم يعني غير قابله لانها تزيد او تقل، ده وفقا لطلب حضرتك في الخدمه بتتحدد الرسوم على اساسه. جميل. ما فيهاش اي نوع من التجاوز او كلام منه. جميل جدا 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 جدا. طب انا اشكرك جدا جدا ياسر بيه، كل الشكر استاذ ياسر عباس نائب رئيس الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره لشؤون خدمات المستثمرين. بعد الفاصل سهره غنائيه مع كارول. كارول ايه؟ مع اسمه كلام الكلام ده ينفع كورال يا جماعه؟ ايه كارول دي؟ في حاجه في الدنيا اسمها كارول؟ في حاجه اسمها الكارول ريفز اللي هي الشعب المرجانيه، لكن كورال هارموني عربي هيكونوا منورنا بعد الفاصل، استنونا.
ايه ده؟ ايه الناس دي؟ مساء الخير. انتوا ايه؟ ازيك عامل ايه؟ اتفضل. برافو جدا، اخص بالذكر مدرسه المشاغبين اللي في الاخر دي. احنا ايه، هوا ولا فاصل ده ولا ايه يا جماعه؟ احنا على الهوا شغالين كده يعني؟ اللي بقوله ده كله طالع على الهوا؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله. محمود وحيد قائد هذا الكورال هارموني عربي، الاول انتم منورين جدا ومبهرين جدا. ايه العظمه دي؟ انتوا بقالكم قد ايه ككورال هارموني عربي؟ اه بقالنا من شهر 10 اللي فات ككورال جامعه عين شمس، من سنه 2008 كمدرب، ومن سنه 2000 كطالب في الكورال. ايوه بالظبط، الراجل ده اللي في الاخر في مدرسه المشاغبين، انتوا الاثنين. ايوه، ابيض وبرتقاني. اسمهم ايه؟ الابيض ده ايهاب، كليه التجاره. ايهاب تجاره. ايوه. البرتقاني ده رامز، كليه حاسبات ومعلومات. رامز منتهى الحماس. اه قاعد هو ايهاب قلبين الدنيا ورا. طبعا انت كنت شايفهم وانا شايفهم ومتابع ومركز. طب والبنات بقى اللي كانوا بيعملوا الصوت بتاع، انتوا مين؟ نسمه. نسمه كليه الاداب. نسمه برضه قناه. ايوه انا شفتك وانت بتعملي. ايوه بالظبط. ايوه صح بالزبط. حاجه جميله خالص. قول لي بقى على الاغاني، انتوا واضح انه عندكم ميل، انا بظنه هو ميل طبيعي جدا ناحيه منير. هو احنا عندنا ميل للغنى اللطيف، الغنى الجميل اللي الناس بتحبه واللي احنا نقدر نحبه، والغنى اللي فيه مساحه من ان عليه اتفاق. اتفاق ضمني كده. صح. مع منير مين ما يحبش؟ هو الكينج اتفاق ده، ما فيش فيه اي خلاف. في فنانين كده بيبقى صح. عليهم شبه اتفاق ضمني كده ان ده جميل، ان ده لطيف في المطلق. بالظبط. اصل انا راجل يعني زي ما الناس بتقعد تحب تسمي نفسها باسامي المطربين المفضلين، فانا منيراوي جدا. منايري قوي. منايري. منايري. ايوه بالظبط، سميها منايري. ايوه ما كانوا بيقولوها منايري. قول لي بقى انتوا اتكونتوا ازاي في شهر 10 اللي فات؟ احنا انا مدرب كوره جامعه عين شمس. جامعه عين شمس من فتره كده عندها توجه، ما رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعه، ان هم يعملوا اهتمام اكبر بالنشاط الطلابي، سواء على مستوى المسرح، على مستوى الغناء، على مستوى الموسيقى، على مستوى الفنون الشعبيه. فوفروا لنا ادوات ان احنا نقدر نلاقي مسارح نقدر نعمل فيها بروفات. هايل. احنا عندنا في جامعه عين شمس حوالي 6 مسارح. نقدر نعمل فيها بروفات، نقدر نعمل اغاني، ونقدر نحاول نوجه الشغل بتاعنا للسوشيال ميديا شويه، الناس تقدر تشوفنا، ما يبقاش الموضوع بس مجرد المسابقات بتاعت الجامعه. مسابقات الجمهوريه ومسابقات اللي بتنظمها وزاره الشباب او وزاره التعليم العالي. يبقى الموضوع فيه مساحه اكتر ان احنا نوجه اللي احنا بنعمله دوت، ما يبقاش مرتبط بالمسابقتين ثلاثة اللي بيعملوه في السنه، يبقى فيه مساحه ان احنا نعمل دوت على يعني لجمهور اكبر وبكيفيه اكتر، يبقى عندنا وقت اكبر نعمل دوت، ويبقى فيه اهتمام اكبر بدوت. بيوفروا لنا مثلا في الاسبوع مره او مرتين بروفات، نقدر نحفظ اغاني ونقدم اشكال غنائيه مختلفه للمتلقي المختلف عن نطاق المسابقات الحاجات بتاعت الجامعه دي. حلو قوي. وبطبيعه الحال الكورال متجدد، لانه هيبقى فيه طلبه وطلبات بيتخرجوا، وهيطلع بالزبط. طلبه وطلبات جداد وما الى ذلك. بالظبط. وده دي حاجه لطيفه، هم الحقيقي لاي حد في النشاط الجامعي اغلبهم بيبقى فاهمين دوت. هو بيخش سنه اولى بيتعرف على الموضوع، سواء مسرح، سواء فنون شعبيه، سواء كورال. في سنه ثانيه بيبتدي يبقى جمع شويه معلومات كده، وابتدى يستمتع بالحكايه. في ثالثه بيبقى شاطر، في رابعه بيتخرج. وبينتهي الشغف ده والحاجه اللطيفه اللي هو كان بيقدمها، ينطلق الى سوق العمل. يصطدم بالواقع، يروح على الشقه على طول. هانت. بالظبط. فدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه سمح لنا ان يبقى عندنا مجموعه، ما يبقاش الموضوع مقتصر على طلاب الجامعه. يبقى الخريجين يبقى ليهم مساحه، خريجين الجامعه. هايل. وبعض الاصوات برضو حتى من جامعات اخرى، او مش لازم يبقى بس من جامعه عين شمس. يعني المجموعه اللي قدامي دي كلها مش بالضروره تكون عين شمس. هم اغلبهم عين شمس، حتى الموسيقيين على فكره. العازفين عين شمس منورين. العازفين اغلبهم عين شمس، منورين. وهم يعني 10 سنين يعني من زمان العازفين دولت على مستوى الموسيقى، يعني كلهم خريجين. من ايام 2008 ولا من قبل؟ 2008 و2011 وهكذا. 2011 يعني. وهكذا. طب تسمعونا ايه تاني بقى؟ احنا هنروح لفاصل، بس احنا بعد الفاصل هنرجع يعني. بس خلي بالك انا بحب القانون جدا. هو اصعب حاجه في الدنيا بالنسبه لي في خيالي يعني. استاذ سعودي من الناس اللي بيشرفونا دايما وبيشتغلوا معانا، هو مش من جامعه عين شمس لكن هو من عين شمس دايما يعني. طب يعني كويس. دايما معايا.
ممكن نغني حاجة لدليدة، في حاجة اسمها اسمها ايه؟ ايه؟ مش عندك في الاعداد؟ ما قالولكش؟ لا ما قالوليش، قول لي انت. اغنية انا نسيت خلاص، فاجئني بعد الفاصل. انا اي حاجة دليدة معاك في المطلق، دي برضو من اي حاجة منير في المطلق انا معاك. هستأذنكم يا جماعة، هنروح للفاصل وبعدين نرجع بعد الفاصل. هو انتوا عارفين هتغنوا ايه ولا مش عارفين؟ عارفين. طب هتغنوا ايه؟ هتغنوا ايه؟ ادينا بندردش، انا كنت مخبي عليهم ما كنتش عايز اعرفهم بصراحه، قلت افاجئهم بس هم نروح للفاصل ورانا ايه؟ فاصل ونكمل الكلام. Yeah.
أنا كنت عايز أسمع تاني بصراحة، أنا في المزيكا ببقى هنسمع تاني. طب أنا عندي سؤال، يعني أنا ملاحظ إنه المجموعة الرائعة العظيمة دي متفاعلين كده، يعني مش بيغنوا اللي هو واقفين يغنوا ويغنوا كويس وحلو وجميل، لا في تفاعل. وطبعا مدرسة المشاغبين، بس مع دليلة لاحظت إن الكل كان بيتفاعل، يعني بالزبط. الكل مطلع عواطفه ومشاعره بتاعت الغناء. أيوة، ما هو في الآخر برضه إحنا بنقدم فن تعبيري، فمهم إن إحنا نبقى عندنا شيء من التعبير عن اللي إحنا بنقوله. لو كان مبهج نبقى فيه بهجة في اللي إحنا بنقوله، لو كان حزين شوية يبقى برضو يبقى فيه شيء من دوت، ما يبقاش الموضوع مش حافظينه بنسمع. يعني ده من الحاجات اللي بنشوف إن هي مهم إن هي نبقى منقدمها صح. ومن الحاجات اللي يمكن في شكل الغنى الجماعي اللي إحنا متعودين عليه ما كانوش بيهتموا بده قوي، وكان يمكن دوت بي 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 يعني وجوده بيخلق علاقه ما بين المتلقي وما بين اللي بيغني. طبعا مش مجرد حافظ وبسمع ومجرد انت بتشدني خلاص، يعني بالزبط. بتاخدني ناحيتك بالزبط. ببقى عايز اقعد مش بس اسمع، انا عايز اقعد اشوف واشوف بقى بيعملوا ايه. وانت بالذات ده هيطلع بروجرامر ازاي يا جماعه؟ لازم يمثل، مش ممكن انت ناوي تمثل؟ ايه ده اهو، ايه شفتك اهو والله شفت. ايوه لابسه حجاب اصفر، شايفيني بتكلم مع استاذ محمود، فرقتها بتعمل حاجه بروح طلقتها على طول. طب انت بقالك قد ايه معاهم؟ في منهم ناس اشتغلنا مع بعض من سنه 2011، كان اول علاقتنا ببعض من الموجودين. انت كم سنه يا محمود؟ انا 41 سنه. 41 لسه صغير، ربنا يديلك طول العمر. وانت عين شمس؟ جامعه عين شمس، كليه التجاره جامعه عين شمس. كليه التجاره. واشتغلت بالكليه ولا اتجهت موسيقى خلاص؟ لا، ما هو انا بقى ظروفي كانت لطيف، انا دخلت جامعه عين شمس فلقيت فريق كورال حلو، فريق مسرح وفريق فنون شعبيه وحاجات جميل، ففضلت هناك بقى. دخلت سنه 2000، اتخرجت سنه 2010. حلو. ومن 2010 10 سنين في بالظبط في تجاره، ابتديت ادرب فرق الكورال او المسرح او الف مزيكا. انت حبيت القعده في الكليه؟ مش بالظبط، هي الامر مش كده، بس هو كل واحد برضو ساعات بيبقى فيه شغف بتجاره. ما بقولك انت حبيت كده. انت حبيت المزيكا والكورال. بالظبط بالظبط. يعني ده اللي كان حاصل. من سنه 2009 كده ابتديت ادرب وبشغل مغني اوبرا في دار الاوبرا المصريه، دي وظيفتي. يعني انا الوظيفه الرئيسيه مغني اوبرا في دار الاوبرا المصريه. وبس، وبدرب كورال جامعه عين شمس وبعمل مسرح وحاجات كلها ليها علاقه بالموسيقى يعني عموما. طب ما فكرتش تعمل فرقه غنى اوبرالي في عين شمس؟ ساعات بنستخدم يعني، ما هو برضو انت بتستخدم الادوات اللي بتستخدمها في الغنى، يعني بمعنى ان كل واحد بيستخدم موروثه في اختيار الاغاني. صح. فمثلا كان عندنا احتفال منظمه اليونسكو من 7 شهور، احتفال كان اسمه اسبوع الصوت، وقدمنا فيه، كان مطلوب نقدم مجموعه اغاني بتعبر عن شكل الصوت والغنى في مصر. فعملنا في الميدلي، منهم كان ميدلي ديني اسلامي قبطي، وكنا مغنيين في الاخر السيمفونيه التاسعه لبيتهوفن، بناء على ان انا كنت شغلتها في الاوبرا. غنيت على السيمفونيه التاسعه؟ استخدمنا السيمفونيه التاسعه لبيتهوفن غنيناها. ساعات بنستخدم برضو كارمينا بورانا طبعا، بس برضو بالضبط ساعات بنستخدمها، يعني لما بيكون الاحتفال في قابليه لده او في مساحه لتقبل الاشكال الغنائيه المختلفه. صحيح. فمثلا موكب المومياوات بنستخدمه كتير، ودوت برضو هو مواسطا كده ما بين الشكل الغنائي الكلاسيكي الاوبرالي او الشكل الغنائي يعني. فساعات بنستخدم. كنت انا مشارك في موكب المومياوات من اللي اشتركنا في يعني شغلتي النهارده. فساعات بنستخدم من خلال ان انا بشتغل في مغني اوبرا في دار الاوبرا المصريه، فكتير بستخدم اعمال غنائيه بنقدمها هناك يعني. بس أصلا من مقدري الأوبرا جدا طبعا، دكتور نيفين علوبة وطبعا التينور صبحي بدير طبعا. فأنا يعني بالنسبة لي لما بقابل حد مغني أوبرا كده ببقى قاعد إيه مشدوه يعني. والله. طب ما إحنا عندنا أوبرات مصري اتعملت في فترة من الفترات. طبعا. ليه ما نستخدمهاش دي؟ وأنا بشوف إن إحنا بنستخدمها قليل قوي. الموضوع ده قتل بحثا من علماء كبار. بس وجهة نظري أنا الشخصية. أيوه. الغنى الموسيقى ثقافة وعي. صح. يعني أنا راجل من سوهاج من الصعيد، أستطعم الملوخية الناشفة، ما أستطعمش شوربة الضفادع، ما أقدرش.
هاكل ملوخيه ناشفه وويكه بالظبط. انبسط بده. اكل صينيه بطاطس دي ثقافتي. صح. المزيكا والغنى نفس الموضوع. ما اعتقدش ان الطبيعي ان انا ابقى كمجتمع شرقي نقدر كلنا نحب الاوبرات. مش كلنا. في فئه هتحب دوت وتحترمه وتنبهر بيه وتتفاعل معاه وتشوف فيه مساحه من الانبهار. لكن العامه عامه الناس مش شرط يكون ده بالنسبه لهم مبهر. بص انا مش عايز اضيع وقتك في نقاش فلسفي لكن انا هختلف معاك جدا قوي خالص. ليه بقى؟ لانه انا من الناس اللي مؤمنه وانا اعتقد انت مؤمن بده اكتر مني كمان لانك ابن الصناعه دي ابن الفن ده. اكبر بكتير من كونه مجرد صناعه. الموسيقى حالة وجدانية عابرة لفكرة الثقافة بتاعة المجتمع والبيئة. عابرة جدا طبعا. مصر تحديدا حالة مختلفة عن كل المجتمعات الشرقية لأنها ثقافة المتوسط، ثقافة النهر، ثقافة الصحراء، ثقافة الجبل إلى آخره. فمصر التنوع اللي موجود فيها بيخليها مختلفة عن كل تنوعها القاري وكل التنوع الإقليمي طبعا. بتاع المنطقة العربية طبعا. تذوق المصريين بشكل عام للموسيقى مذهل. قدرتهم على استقبال ألوان كتير مذهلة. فأنا دايما أقعد أقول إيه المجتمع هيتلقى اللي هتديهوله. فهتديله نص نص هيتلقاه. هتديله حاجة حلوة قوي خالص صحيح. هيتلقاه وهينبسط. بس برضو على حسب الإطار اللي أنت بتقدمهوله بيه. يعني خلينا نوجد منطقة وسط ما بين حضرتك قلته واللي أنا قلته. في افتتاح قناة السويس حلو. قدمنا أوبرا عايدة عشان دي أوبرا عايدة ولازم تتقدم في كنت أنا جزء من دوت يعني كانت معمولة لنا لازم وفي نقل المومياوات قدمنا عمل جديد صح في شكل من أشكال الجملة الموسيقية المصرية اللي متقدمة بشكل أوركسترالي وبفريق كورال وبيغنوا غربي كلهم بس لما اتقدم الشكل الشبه كلاسيكي الغربي ده من خلال جمل موسيقية جمل ودخلت آلات مصري بالضبط تمس المتلقي المصري. فأعتقد أن 80% من الشعب المصري حافظ الجملة دي الجملة الرئيسية صح. في العمل. فده اللي أقصده فرق اللغة شكل الموسيقى المختلف شوية. فعشان تقدر توزن ما بين الاثنين دول محتاج مجهود ووعي ووقت زي اللي خدوا ماكن موبيات اللي بناء عليه نجح سواء في مصر او في وهو قدم شكل هو لا على الورق هو غربي بحت هو كلاسيكي. انا احب دايما استخدم اللغه البسيطه المباشره بتاعه المصريين. دورك يا حلو انت يا محمود دورك انت بقى وكل المجموعه اللي زيك اللي مالين مصر. دور اخواتي العازفين الفنانين الرائعين دول طبعا. دور مدرستك بطل رغي انت ركز معايا معاك وبعدين معايا انتوا الاثنين واقفين قدام بعض والله. فدور المجموعه دي هو ان انتوا تقدموا لنا اشكال حديثه تتفق مع الثقافات بتاعتنا المزيج اللي احنا طول الوقت بنطلعه. اصل المصريين دول مذهلين. بص انا مش هطول عليكم دي نقاشات فلسفيه هجي لك بقى الاوبرا ونقعد بجد والله وهنتبادل ارقام التليفون واحنا ماشيين ونقعد نتكلم ونتناقش. انا عايز اشكركم ايه توت اللي طلعت دي اشكركم جدا قوي خالص حقيقي بجد من قلبي يعني. وانا هقعد ساكت وحضراتكم بقى ايه اللي هتختموا الحلقه باللي انتوا شايفينه. هنقدم ميدلي من اغاني الفولكلور العربي حاجه مصري حاجه سوداني حاجه عراقي حاجه حلو. مغربي حلو حلو
قلبي.